الخير على كل مشاهدينا وكل متابعي وكل مشجعي ومشجعات قناة الأهلي. أهلا بيكم، أنا شفا عظيمة حمدي، سعدت جدا بوجودي لأول طلة ليا في قناة الأهلي، هذه القناة العريقة، وأكيد جمهور الأهلي جمهور ليس بالهين ولكن ما شاء الله ليه جمهور عريق. حبيت ان انا يعني اكون واحده من هذه المؤسسه الجميله وضمن جمهور الاهلي اللي بيشجعوا الاهلي برضو، واكون مع حضراتكم في طله من خلال شاشه قناه الاهلي النهارده. سعيده بوجودي فيها ولو انه كان يبعد عن تفكيري تماما اني ممكن اكون بعمل برنامجي هنا. الحقيقه ده ساعدني كتير مش هنكر، لانه ساعدني في دراستي اللي انا بذاكر عليها دلوقتي، ان انا اوصل لانه اطلع من النطاق التقليدي لاي برنامج مطبخ عادي، واقول ان انا حابه اقدم حاجات صحيه وهيلثي خاصه بالرياضيين، لانه كلنا امهات عندنا اكيد اولاد وحابين انه اولادنا يتدربوا ويبقوا ابطال، مش بس في مجال كره القدم ولكن في مجالات الرياضه عامه، ودي حاجة بتسعدنا أكيد كلنا، وأكيد كلنا بنجاهد في ده، فبيبقى ليهم أكيد نظام تغذية مختلف، بيبقى ليهم نظام في تدريبهم مختلف. هنعرف ده لأن كتير من الأمهات ما بتعرفش تعمل إيه في الموضوع ده، وأنا حابة أكون سبب لحضراتكم إن شاء الله بعد ربنا أني أكون سبب أني أعرفكم إزاي نتعامل مع الفكرة دي، ومع أن إحنا ندعمها من البيت بشكل بسيط واصل لحضراتكم من خلال البيت ومن خلال قناة عريقة زي قناة الأهلي والنادي الأهلي طبعا، في أنكم يوصلكم بسهولة جميلة جدا. أكيد كلنا كشعب مصري أهم حاجتين في حياتنا هما الكورة والأكل، وكلنا أكيد في حد فينا بيحب التشجيع أيا كان بيشجع إيه، ولكن بيشجع الكورة بشكل كبير. إحنا شعب مصري بتشجع الكرة القدم نمرة واحد في حياتنا. إحنا بقى حبينا نحط خطتنا على خطة قناة الأهلي ونطلع بمهارات عظيمة.